بص بقى النهارده عاملين مع بعض كده ولاد لحمه هتعجبكم بطريقه مختلفه وحشوه جميله جدا جدا هتبهر لكم ان شاء الله وهتعجبكم، وبصراحه النتيجه تستاهل التجربه بجد. بصوا مقرمشه كده وجميله تحفه جدا. يلا بينا بقى ما اطولش عليكم، انا قدمتها مع شويه رز كده. يلا بينا ما اطولش عليكم الفيديو، ونخش من ما اطولش عليكم يعني المقدمه كده، ونخش مع بعض نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم احبائي في كل مكان، اتمنى كلكم تكونوا بافضل صحه وباحسن حال. قبل اي حاجه نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا محمد يا رسول الله. فيديو النهارده فيديو جميل قوي هيعجبكم جدا، حشوه كده جميله هنحشي بيها، هي عباره عن خضروات هنحشي بيها البفتيك، الشرائح اللي هي اللي احنا بنعمل لها البفتيك، بس هنعمله بفكره جديده. كل مره بحب ادخل المشروم، بس عايزاكم تتابعوا الفيديو هتستمتعوا جدا بالطريقه دي، هتحبوها جدا. ويلا بينا كده نبتدي مع بعض ونشوف المقادير. مقاديرنا يا حبايب قلبي بقى سهله وبسيطه، اي كميه كده بفتيك عندك. انا عايزه اقول لكم تتبيلها بتتبيله رهيبه جدا، وهي شاربه من التتبيله، ان التتبيله دي مش لازم خالص ان انت تنقعيه فتره طويله ولا اي حاجه خالص. متبلاه في الخلاط ببصلايه وشويه ميه، وحط عليهم نص ليمونه وورقه لوري وشويه حبهان، فصين حبهان كده، فص مستكه ومسمار واحد بس من اللي هو القرنفل، وحاطه السبع بهارات، وحاطه كوبايه زبادي، وده السر اللي طرالي اللحمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا القطعه من التتبيله طالعه عامله ازاي، شاربه التتبيله، وحطيت معلقتين صويا صوص غامقه، بستخدم في تتبيله اللحمه صويا صوص غامقه، في تتبيله الفراخ بحط الصويا صوص الفاتحه. عايزه اقول لكم ضربت الكلام ده كله في الخلاط، بجد ريحه اللحمه جميله جدا جدا جدا، واي كميه انتوا تحبوها. وبعد كده معايا الخضروات اللي هنستخدمها، معايا بقى بروكلي، ومعايا هنا زي ما انتوا شايفين فلفل اصفر، ومعايا بصل، ومعايا كرنب ابيض وكرنب احمر، وشرائح من الجزر وانا مقطعاها التقطيعه الجميله دي. معايا توليفه حلوه قوي قوي هتعجبكم من البهارات، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره خولينجان، معلقه صغيره من الخولينجان قلناه، والبهارات السبع كاري وكركم وفلفل اسود وملح، ومعلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر، بس هي دي التوابل بتاعتنا. ومعايا شويه سماق، ومعانا هنا شويه زيت زيتون، ومعايا شويه من دبس الرمان. تمام، يلا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ونكون معاكي ستيك بقى علشان هنعمل ايه الطريقه. طبعا نكون غسلين ايدنا كويس قوي. انا اول حاجه يا رب بس تكون باينه لكم كده، هنزل بالخضروات دي عشان اتبلها في البوله بتاعتي او في اي حاجه تحبي تتبلي بيها، وحاطه البصل كده. كميه الخضار الجميله دي كلها انا غسله ايدي يا بنات كويس جدا عشان لو واحده بتقرف، بغسلها تاني كل شويه، بغسل ايديا وانا بعمل اي تتبيله او اي حاجه، والمعصم هو عشان بناتيتي اللي بيزعلوا محبش ازعل حد مني. حط بقى السماق، مش ضعف مني والله يا بنات، بس يعني الفيديو ده بيبقى ليكوا انتوا، فلازم تشوفوه كما يجب ان انتوا تحبوا تشوفوه. حط بقى زيت الزيتون كده، طبعا انا العشق عندي زيت الزيتون ده، تتبيله رهيبه رهيبه هتجربيها بجد وهتدعيلي. والصويا دبس الرمان كده، احب ازود بقى دبس الرمان قوي. وهننزل بتوليفه البهارات الجميله بتاعتنا دي الروعه، بس خليكم كده معايا علشان انا عايزه شويه في البيض، فهاخد الملح كده، التوم الباودر، البابريكا، هقرب لكم كده عشان تشوفوا، الخولنجان، هاخد من البهارات دي كده يعني ايه عشان احطها على البيض، وهقول لكم البيض ده امتى، ما تستعجلوش، حاجه كده هتعجبكم ان شاء الله. بس كده نركنهم على جنب ونقلب بقى كل الكلام الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم،
نتبل كده الخضار بتاعنا. الله 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 ريحة تحفة تحفة تحفة. يا ريتكم كنتوا معايا وانتوا تشموا الريحة الجميلة دي، ريحة البهارات مع الخضار. وعايزة اقول لكم الكرنب الاحمر والابيض في الوصفة دي هايل جدا 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 جدا. حاجة كده اخر من الاخر، بس كلام فاخر، حاجة حلوة قوي وهتعجبكم، هتجربوها وهتدعولي. انا واثقة بامر الله احبائي في الله كلهم هيدعولي ان شاء الله، واللي ما بيحبنيش خلاص يعني يعني برضو يدعي لي، بس يدعي لي ايه دعوة حلوة كده من قلبكم عشان ربنا يردها لكم ان شاء الله بكل خير. تمام خلاص كده. واو ريحة البهارات جميلة، مش قادرة اقول لكم ريحة البهارات تحفة تحفة تحفة. بتكلم كتير بس عشان اسليكم وانتوا بتتابعوا معايا الوصفه. انا ممكن اركب الصوت وكده، بس بصراحه انا بحب يعني ان انتوا يعني ايه بحب تحسوا كده معايا بالوصفه، وهو بصراحه الافضل ان انا اركب الصوت انا عارفه، بس يعني على حسب ما كل واحد بيرتاح. اغسل ايدي بس كده وارجع لكم بسرعه واشيل الكلام اللي وقع ده. وخلاص كده بصوا بقى يا حبايب قلبي كده، بعد ما اشوف الشكل الخضار الله عليا يعني ده كده يخش الفرن، بس ممكن ترصي دول على اللحم عليه كده، مش قادره اقول لك بقى حاجه كده اخر من الاخر. وكلامنا مع بعض فاخر ان شاء الله. عندي بقى حته السكالوب بانيه اهو، هنزل لكم الكاميرا شويه عشان ايه تشوفوا الشغل معايا. يا رب كده يكون واضح اهو. تمام وهاخد بقى الخضار بتاعنا الجميل ده وابتدي اقلبه تاني كده في بعض عشان كله يشرب من التتبيله. بجد يا حبايب قلبي التتبيله ريحتها حلوه قوي قوي قوي. احاول ان انا اخد من كل حاجه، بروكلي والفلفل والخضار الباقي طبعا انا مش هرميه، لا ده انا هسويه ان شاء الله. هتشوفوا كل حاجه معايا وممكن يتاكل كده لوحده كسلطه. انا جوزي بيحب قوي الخضار بالبروكلي كده، بيكون ني بيحبه جدا ياكله كده في السلطه، ده العشق بتاعه بقى. تمام كده وهبتدي ان انا شايفين مفيش اسهل ولا ابسط من كده. ايديا بتبرم من تحت وايد بتلف، ايد بتبرم وايد بتلف. ايه رايكم في الكلام الفاخر ده بقى؟ ناخد واحده تانيه، بحاول اخد اللي انا مرققاها، يعني هتلاقوا في كبير بقى وفي صغير على حسب قطعة اللحمة اللي عندك. اخد كده الجزر، انا بحاول احط كل حاجة من ال دي صحية جدا على فكرة، بس الطريقة اللي انا هعملها بصراحة مش هتبقى صحية او لان انا هقليها، انتوا ممكن ما تقلوهاش وتدخلوها الفرن كده بتبقى روعة، بس انا بصراحة عملتها لجوزي مرة من اول ما اتجوزت وقال لي فاكرة كنت عملتي كذا ومش عارفة ايه، قلت له تصدق انا عندي كل المكونات دي، هقوم اعملها لك النهاردة على طول. اعمل معاكم بقى كمان واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقلقوش من القطعة المقطوعة دي هنتصرف معاها. اي حاجة عايزينها في الكومنتات قولولي وانا اعملها لكم. يا رب قناتي كده تكون جميلة وتعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم يا رب، ما كنتش تقيله عليكم، انا عارفه ان انا رغايه بس استحملوني. بسم الله الرحمن الرحيم. القطعه دي انا اقطعها من وش الفخده، بصراحه بحب قوي ان انا اقطع اللحمه اللي بحب الفخده، اقول دايما كنت بعملها برومي مدخن وهعملها معاكم مره ان شاء الله مشروم تبقى جميله برضو. هكمل بقى عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي متبله وريحتها، والله يا جماعه جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. ورجعت لكم حبايب قلبي بعد ما خلصت كده اهو، شايفين شكله بقى تحفه ازاي بقى الرولات دي. كمان انا قفلتها بصوا كده، قفلتها بالخله علشان بس انها ما تطلعش وانا بقليها. وحضرت بقى معايا هنا الدقيق والبقسماط وشويه كام حبه بيض كده عليهم حبه حليب، وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض.
الشكل تحفه ازاي. ممكن تدخلوها زي ما هي كده الفرن تحتها بطاطس، اي حاجه هتطلع معاكوا تحفه جدا. وهنا بقى يا روح قلبي انت وهي يا حلوين يا تعمين اللي لسه بتبتدوا المطبخ معانا كده سنه اولى طبخ، الاكله دي بالنسبه لك هتبقى حلوه جدا جدا. كل اللي هعمله هاخد واحده من اللي انا عملتها، بصوا اهي، وهنزل بيها في الدقيق كده، تمام. وبعد الدقيق صدقوني انا نسيت اقلب البيض بالبهارات، تمام. بقى كده هجيب البهارات بتاعتي دي كلها كده وهحطها وهقلب البيض. مع شوية حليب كده، هو بقى مع الملح وكل حاجة، وانا متبلة دي اصلا ومتبلة نفس البهارات ومتبلة البقسماط بتاعي. هقلبه كويس قوي كده. بصوا بقى حبايب قلبي خلاص كده انا هسلق ايه، طبعا معرفش الصراحة استخدم الجوانتي، هعملها بالدقيق كويس كده وانفضها. وهنزل بقى بيها بالبيض كده، بصراحه انا ما بعرفش احط ايدي فيه، هو البيض، فعشان كده هقعد اقلبها بقى زي البانيه عادي ما بتقلوه. كم مسخنه كده الطاسه، تمام، وهاخدها زي ما هي كده بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما اصفيها واحطها في البقسماط بس كده. وايد بتعملي بيها وايد ايد تانية بتعملي بيها البقسماط تكون نظيفه. شايفين كده، هقلب لكم كده الكاميرا اهو بس، ونحطها في الزيت تتقلي. هخلص كل الكميه وارجع لكم. خلاص كده بقى يا حبايب قلبي انا خلصت كل الكميه اللي معايا اهو زي ما انتم شايفين. هقلب لكم كده بس عشان تشوفوا، بصوا بقى شكلها عامل ازاي، شايفين. وبحط بقى الزيت على النار اهو، هعلي النار كده وهبتدي ان انا اقليهم واحده واحده. وهبتدي بقى زي ما انتوا شايفين كده، انا هنزل بيها في الزيت واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي بس هتحمري تحمري كده، اتاكد انها تحمري، بعد كده طلعها وشيل منها الكله وتتقدم عادي. طريقه سهله وبسيطه وجديده بس جميله جدا وبتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى باللايك واشتراك في القناه وتفعيل جرس الجرس عشان يصدقوا مني كل جديد. اخلص القليه ونقدمها مع بعض. خلاص كده حبايبي يا حلوين انا خلصت قصه الجمال بقى. ايه رايكم رولات اللحمه دي؟ تحفه تحفه، هي سخنه جدا لسه ما تبرد، هشيل الخله منها واقدمها. قلت اقدمها مع الخضار بقى كده، شكله روعه تحفه، طبق رهيب جدا، جربوها تدعولي ان شاء الله. وقدمته بقى مع رز الكبسه اللي انا بعشقه ده، شايفين الرز ده بقى سخنه جدا بقى، وتعالوا كلوا. يا رب تجربوه تدعولي على الوصفه دي، واشوفكم في فيديو جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعلي جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد. اهم حاجه يا البنات اللي عجبها الفيديو تحطيلي لايك فضلا طبعا وليس امرا.